ذكر وياي من قلت لك بالهيستولوجي الارباخ بلكسس الماينتريك بلكسس مسؤوله عن الانهبيتوري نيورو ترانسميتر. يعني شنو الانهبيتوري نيورو ترانسميتر؟ يعني اللي تسوي ريلاكسيشن. يعني هنا الاوسوفاجس بي كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن حتى يسوي عمليه البريستاليسيس حتى اللقمه تدخل. زين لقمة المندي تدخل. زين الارباخ هاي الارباخ بلكسس تطلع انهبيتوري نيورو ترانسميتر، تمام؟ لسبب ما هسه راح نجيها. اكو سبب ايديوباثيك واكو عفوا واكو اسباب ثانية. الارباخ بلكسس بيها يصير بيها الدامج، اوكي؟ فبالتالي ما عندك انهبيتوري نيورو ترانسميتر اللي هن مثلا نيتروك اوكسايد اللي هي في اي بي، تمام؟ الانتستينال هرمون. فبالتالي هذني ما موجودات، فراح يصير سستيند كونتراكشن. يعني هذا الاوسوفاجس راح يصير بي سستيند كونتراكشن بهذا الشكل. من يصير اكو سستيند كونتراكشن شنو معناها؟ معناها راح يتراكم الاكل، اوكي؟ راح يتراكم الاكل، راح يجيك البيشنت بيمن بالديسفاجيا، وهذا ما نسميه شنو؟ الاكاليجيا. الاكاليجيا هي ديس اوردر، هي ان كومن ديزيز، لكن هو اتس ا موست كومن تايب اوف اوسوفاجيال موتيليتي ديس اوردر. يعني شنو موتيليتي ديس اوردر؟ يعني خلل بالحركه، خلل في حركه الاوسوفاجاس، خلل في حركه الكونتراكشن. ليش تصير؟ تصير نتيجة لمن؟ لcomplete or partial degeneration of myenteric or Erbach plexus اللي يتغذي اللور اوسفيجيال سفنكتر. فمن اني اشيل الانهبيتوري نيوترانسميتر يبقى بس الاستيمولاتوري، فبالتالي راح يصير شنو؟ sustained contraction. sustained contraction. فيجيك البيشنت شي يقول لك؟ هسه اول شي نجي عليه من عليه الباثوجينيسيس. اول سبب للاكاليجيا ليش يصير هذا التدمير؟ برايمري. شنو معناها برايمري؟ معناه ايديوباثيك، ما معروف السبب. نقول مثلا اوتو اميون، فايرال انفكشن، فاميليال انفكشن، ما حد يعرف. ديجنريشن اوف ماينتريك بلكسس لسبب لا يعلمه الا الله. هذا البرايمري. السكندري اكو اسباب معروفه. سبب من عندهن اسمه تشاغاس ديزيز. هذا تشاغاس ديزيز اكو بال ويست افريكان امريكان، هاي المنطقه بيها باراسيتيك انفكشن اسمها تروبينيسيما كروزي. هاي عباره عن كيسينج باج. شنو كيسينج باج؟ اللي هي بقايه تجي تقرصك، غالبا في المناطق الريفيه. من تجي تقرصك هاي البقعة يصير عندك parasitic infection. هاي ايش تسوي؟ تروح على المينتريك بلكسس تدمرها، على المينتريك بلكسس تدمرها. فش راح تسوي لك؟ تسوي لك اكاليجيا، اوكي؟ sustained contraction. وايضا هذا Chagas disease، انتبه وياي، Chagas disease نفسه يسوي شنو؟ ميجا كولون. يعني شنو؟ يروح يدمر الارباخ بلكسس مالت من مال القولون، فيسوي انتستانال اوبستراكشن. يروح ايضا المن للهارت ويسوي دايليتد كارديوميوباثي. فهمت الفكره؟ حتى اتذكر اكو دكتور صديقي بورد باطنيه اتحداني بسؤال، او تراهنت وياه بسؤال، قلت له اسالني، تراهن من 5000 دينار. قال لي اذا اجاك واحد ديسفيجيا، تمام، تسأله على ترافلينج هيستوري وليش؟ يعني تسأله مسافر لو لا وليش؟ قلت له طبعا. قال لي ليش؟ قلت له لان ممكن مسافر الى يعني جنوب امريكا اللي موجوده بها تروبينيسيما كروزي، تمام، فبالتالي جايب تشاغاس ديزيز، فبالتالي ديسفيجيا. قال له هاك هاي ال5000. زين وضحت الفكره؟ زين هنا عندك شنو ككلينيكال فيتشر؟ ابو الاكاليجيا بي فيري كاركترستيك فيتشر. شنو الفيري كاركترستيك فيتشر؟ يقول لك اني عندي ديسفاجيا،
أول سؤال نسأله لابو الدسفاجية نقول له solid or liquid or both، يعني تقول له للأكل والمي، لو بس للأكل لو بس للمي. هذا السؤال مهم، ليش؟ إذا solid and liquid dysphagia difficulty of swallowing، فهذا راح يوجهك باتجاه functional dysphagia. functional dysphagia هذا الحكي راح احكيه بالأخير بالapproach of dysphagia. تمام؟ functional معناها motility disorder، معناه خلل بالcontraction، لا يدخل مي ولا يدخل liquid. وضحت الفكرة؟ لا مي ولا أكل. زين، اما الميكانيكال ديسفاجيا، تمام، اللي مثل ما مثل الاوسفجيال كانسر، اكو في الديتيومر ساده الاوسوفيجاس، فهنا انا راح تمنع لك بس السوليد فود، الليكويد عادي يمر، ما بي شيء طبيعي. لكن هنا انا عندي سستيند كونتراكشن، يعني صايره خط واحد، شلون يعبر الماء وشلون يعبر الاكل. وضحت الفكره ككلينيكال فيتشر. زين شباب، هنا most common presenting in young. Dysphagia first common symptom. First common system both solid and liquid. وضحت الفكرة؟ وريجيرج أيضاً second most common. The content night time cough. والأذر يجيب heartburn and chest pain. زين. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسيمتوم. بالنسبة للدياجنوستيك تيست، أشهر أشعة بالراديولوجي كله، مو بس بالجي اي تي، بالراديولوجي كله، هي هاي الاشعه اللي هي بيرت بيك ابييرنس. هاي عباره قايل له ابلع صبغه، اشرب صبغه واصورك، فطالع شلون منقار العصفور، يصيحوا له بيرت بيكس ابييرنس. فهمت الفكره؟ زين، فهي هاي عباره عن شنو؟ عباره عن الاكليجيا بالتشيست اكس راي. وضحت الفكره؟ هذا very diagnostic test. زين، هنا واسوي له ايضا الابر اندوسكوبي اوسفجيال مانومتري، جدا مهم، لان قلنا يكتشف لك الموتاليتي ديس اوردر. اوكي، وهاي موجوده تلقي شنو؟ لو اوسفجيال مانومتري هايبر تنسيف لور اوسفجاس. ككومبليكيشن، شنو الكومبليكيشن؟ ممكن ينتج عنها كارسينوما، ممكن ينتج عليها اللي هن الاسبيريشن نيمونيا، تمام، الى اخره، ممكن دايفيرتيكولم. كتريتمنت شنو تتوقع التريتمنت؟ التريتمنت مالتنا هو نايتريت، انطي نايتريت ثيرابيوتيك جول، انطي نايتريت، وراها ممكن الجي المه للبوتوكس. البوتوكس هذا الفيلر مال الشفايف، هو نفسه استخدمه الى استخدامات هواي، احقن الاوسوفيجاس بيمن ببوتوكس، هذا ميديكال ثيرابي. استخدم نايتريت او كالسيوم شانل بلوكر او نايتريت، اضافه الى البوتيلينوم توكسين اللي هو البوتوكس، او اطب بعمليه اسوي نوموتيك دايليتيشن. هنا او عمليه ثانيه صح لها سيرجيكال مايوتومي، تفاصيلها ما مطلوبه من عندك، بس انا ذاكرها اللي يحب يطلع. اوكي، انه ادخل واسوي مايوتومي، اقص العضله اللي صايره مسويه كونستركشن. وضحت الفكره شباب؟ زين، فبالتالي هسه نرجع لمن؟ نرجع لهذا الكيس مالتنا مال اوسوفيجاس. جايك واحد عمره 24 سنه، غالبا هو يونغ، فيجيك 24 سنه يقول لك انا عندي ديسفاجيا للليكويد اند فود، سوليد اند فود. انت تستغرب من الامر، يعني هذا لا عنده كانسر لا عنده شيء ثاني، فبالتالي يروح بالك المن للاكليجيا. تسوي له كدايجنوستيك، تسوي له باريوم سوالو. اوكي، كدايجنوستيك تيست راح تلقى هذا البيرت بيك ابييرنس، بعدها تحوله المن، انت شخصت بعد على اليمن، بعد تحوله المن للاوسفجيال مانومتري، الاوسفجيال مانومتري كونفيرماتوري تيست، او تدخل باندوسكوب، لان مرات اكو حالات يصحوا له سيدو اكليجيا، يعني اكليجيا سيدو اكليجيا اللي هو الاوسفجيال كانسر، ممكن مرات توهمك ما بين اكليجيا وما بين
الاوسفجيال كانسر. بس انتبه لهنا، شوف مرات، شوف الشباب مرات يوهمك بالام سي كيو. هذا سؤال مشهور، احنا شنو قلنا؟ قلنا واحد عمره 50 سنة او 60 سنة، هذا دائما او غالبا السبب مال الدسفيجي هي كانسر. وضحت الفكرة؟ لكن اليونج غالبا هو اكليجيا. لكن اذا مثلا اجاك بيشنت عمره 60 سنة عنده دسفيجيا للليكويد اند سوليد، اوكي ليكويد اند سوليد، زين يابا انت عندك ويت لوس؟ لا، هو عمره 60 سنة. عندك ايفيدنس اوف انيميا بليدنج ما اعرف شنو؟ لا. ويقول لك وات از ذا موست لايكلي دايجنوزس، او يذكر لك بالام سي كيو اوسفجيال كانسر، اكاليجيا. هو لا عنده ويت لوس ولا عنده شيء، فانت اختار الاكاليجيا لان هو ما عنده ايفيدنس اوف كارسينوما، تمام. وممكن يجيب لك واحد عنده مثلا ميل، اوكي ميل عمره 40 سنة وعده ديسفيجيا للفود rather than الليكويد، وعده ويت لوس وهو عمره 40 سنة، مو عمر مال كانسر. لكن انت تفرق منين؟ تفرق من السوليد rather than الليكويد. هذا الحكي حتى لو ما افتهمته راح انا اجي بالمحاضرة الاخيرة اسوي ابروتش للديسفيجيا، راح يوضع عندك كل الفروقات. وضحت الفكرة؟ زين.